حالياً أنظار العالم كله بتتجه نحو جمهورية مصر العربية، وده بسبب حدث كبير ومهم جداً، وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والمعروف باسم COP27 اللي بتستضيفه مصر رسمياً في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ خلال دورته 27، لذلك اتسمى COP27. أما COP فهي اختصار لConference of Parties، أي مؤتمر الأطراف. لكن إيه أهمية المؤتمر ده؟ وليه بينعقد للمرة 27 وبيجتمع فيه كل قادة العالم؟ الحقيقة أن المؤتمر ده بيناقش أهم قضية تخص العالم كله وبتأثر بشكل مباشر على كوكب الأرض اللي عايشين عليه وعلى طبيعته وعلى كل المخلوقات الحية وبالتالي البشرية بأكملها، ألا وهي مشكلة تغير المناخ. تغير المناخ وحسب تعريف الأمم المتحدة بيكون عبارة عن تحولات طويلة المدى في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون التحولات دي طبيعية على سبيل المثال من خلال التغيرات في الدورة الشمسية، أو تحولات ناتجة عن الأنشطة البشرية. والحقيقة التحولات دي منذ القرن 19 كانت هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ، ونحط خط تحت الجملة دي لأن الحقيقة من وقت الثورة الصناعية والإنسان أصبح هو السبب الرئيسي في الأضرار الواقعة على الأرض، وبيرجع ده أساساً لحرق الوقود الأحفوري زي الفحم والنفط والغاز اللي بينتج عنها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو ما يعرف بجرين هاوس إيفكت، اللي بيعمل زي غطاء ملفوف حوالين الأرض وبيؤدي لحبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة بالضبط زي الصوب الزراعية لما بتحبس الحرارة. عشان كده اتسمت بالإنجليزية جرين هاوس إيفكت اللي هي بالعربي تأثير الصوب الزراعية. طبعاً أمثلة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اللي بتسبب تغير المناخ منها ثاني أكسيد الكربون والميثان، ودول بيكونوا نتاج استخدام البنزين في قيادة السيارات مثلاً أو الفحم لتدفئة المباني. كمان تعتبر مدافن القمامة مصدر رئيسي لانبعاثات غاز الميثان. تركيزات غازات الاحتباس الحراري وصلت لأعلى مستوياتها من 2 مليون سنة، والانبعاثات مستمرة في الارتفاع. ونتيجة لكده أصبحت الأرض دلوقتي أدفأ بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في أواخر القرن 19، والعشر سنين اللي فاتوا بس من 2011 ل 2020 كانت الأكثر دفئاً على الإطلاق. وأكيد ملاحظين ارتفاع درجات الحرارة في مصر والعالم كله، حتى أوروبا عانت من مواسم صيف شديدة الحرارة، لكن برضو فيها إيه لما الدنيا تحرر شوية؟ مش أزمة يعني. خليني أقول لكم إن ناس كتير فاكرة إن تغير المناخ هو مجرد ارتفاع درجات الحرارة، لكن ارتفاع درجة الحرارة يدوب بداية القصة، ولأن الأرض عبارة عن نظام حيث كل شيء متصل يمكن للتغيرات في منطقة واحدة أن تؤثر على التغيرات في كل المناطق التانية وينتج عنها عواقب بالفعل حاصلة دلوقتي وشايفينها قدام عينينا، زي مثلاً الجفاف الشديد وندرة المياه وحرائق الغابات والمحاصيل وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي. وده بيعني مثلاً اختفاء أنواع من الفاكهة أو الخضروات أو أسماك وهكذا. لذلك أصبح شيء حتمي إيجاد حلول جذرية وفوراً. وعشان كده مصر بتستضيف المؤتمر السنة دي بمشاركة دول العالم لمناقشة الوضع الحالي للتغير المناخي ووضع آليات للحد من المشكلة، فرغم أن القارة الإفريقية هي تاريخياً الأقل إسهاماً في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها من أكثر المناطق تضرراً وتأثراً من أثار تغير المناخ. وبما أن مصر تقع في قلب أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، قررت وضع قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها لتقود فعاليات هذا الحدث المهم COP27.